مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كثر الحديث عن جرائم الميليشيات الحوثيه الايرانيه في اليمن من قتل وتشريد واختطافات وتدمير للمنازل والمساجد ودور العلم ونهب للاموال العامه والخاصه، جرائم ضد الانسانيه يندى لها الجبين، ولسنا هنا مشاهدينا الكرام بصدد الحديث عن هذه الجرائم، فهي ترتكب ليل نهار امام مراه ومسمع العالم، ولا تحتاج الى ان نعرفها او نعددها. حملة معا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية تقف اليوم لتستلهم عبر, عبر التاريخ وتركز على ماذا بعد هذه الأحداث المتسارعة اليوم مشاهدينا الكرام نريد أن يتحرك نبض الشارع وأن يفيق الناس من الصدمة فلا وقت للغرق في الأحزان على ما حل باليمن من كوارث وأزمات وإنما هو العمل في الميدان حيث الحرية هي الأكثر حضورا وفاعليه حمله معا ضد الميليشيات الحوثيه الايرانيه اليوم التي تبدا من اليوم وتستمر لمده ثلاثه ايام بمشاركه وتفاعل القنوات المناوئه للميليشيات الحوثيه تعزز هذه الحمله من معنويات ابطال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وتقدم الشكر والثناء لقوات التحالف العربي لدعم الشرعيه في اليمن بقياده المملكه العربيه السعوديه الشقيقه لما قدموه ويقدمونه في سبيل تحرير اليمن من هذه العصابات الحوثيه الاجراميه. وتفتح هذه الحمله الباب لكل من تكشفت له الحقائق واصبح الحق واضحا وضوح الشمس في كبد السماء. ولنقول معا وبعيدا عن المناكفات السياسية والاجتماعية والقبلية والمذهبية معا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغذية وقبل أن أرحب في بدايتها بضيوفي الأعزاء يرافقني في هذه التغذية تقديما الزميل العزيز أبو بكر الدوسي مرحبا أهلا بك زميلي العزيز و ضيوفي الاعزاء في الاستوديو بدايه وعلى يميني بالدكتور العزيز محمد بن موسى العمري مستشار رئيس الجمهوريه وزير الدوله اهلا وسهلا بك دكتور حياكم الله وايضا مشاهدين الكرام ارحب بالشيخ الفاضل احمد بن حسين المعلم نائب رئيس هيئه علماء اليمن اهلا بك حياكم الله واهلا و بكم وبالاخوه المشاهدين اهلا وسهلا وكذلك ايضا مشاهدين الكرام ارحب بالشيخ العزيز عبد الله بن هذال عضو مؤتمر الحوار الوطني اهلا بك شيخ الله عبد الله, الله واهلا بكم جميعا ضيوفي الاعزاء والبدايه من زميلي ابو بكر تفضل الكلمه لك اذا مشاهدي الكرام نجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو مرحبا بكم جميعا ابدا مع سعاده الدكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهوريه وزير الدوله دكتور محمد اليوم نحن في هذه الحمله التي تتحدث عن كيف يمكن ان نقف جميعا في وجه الميليشيا الحوثيه الايرانيه والبدايه من خطوره استفراد الميليشيا بالمشهد في اليمن كيف يمكن أن تصور لنا ولسادة المشاهدين خطورة أن تستفرد هذه الميليشيا باليمن في هذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فرصة طيبة لتسليط الضوء على هذه النقطة المهمة والحساسة لكنني قبل ذلك أزف بشرة للشعب اليمني بأنه بإذن الله تعالى لن تستفرد هذه العصابه الاجراميه بحكم اليمن نعم آه اليوم الوعي قد بلغ آه منتهاه بخطوره هذه العصابه الاجراميه نعم وبالكارثه التي حلت بالشعب اليمني وهذه لا شك يعني خطوه مهمه جدا في سبيل الاتجاه الى النصر والحسم باذن الله جميل. لكن دعنا نتصور المساله نعم نتصور ما هو دعنا نتصور المساله باختصار انا اقول هذه الجماعه هي كارثه بكل ما تعنيه الكلمه كارثه على الدين يعني الضروريات ستكون كلها في خطر ضروريات الخمس المعروفه كيف كارثه على الدين كارثه على الدين باعتبار انها تحمل افكارا مزيفه افكار دينيه محرفه بعيده عن كتاب الله بعيده عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو رفعوا شعار المسير القرآني لكنهم أبعد الناس عن القرآن وعن فقه القرآن لأن فاقد الشيء لا, يمكن أن في الواقع تؤيد هذا نعم بعيدة لأنهم ينكرون ويجحدون السنة النبوية فأي دين هذا الذي يقوم على جحد السنة النبوية إذا هم خطر على الدين خطر على الدين ولذلك أول ما يستهدفون المساجد دور العلم دور القرآن أماكن نشر الخير في والفضيلة في المجتمع لأنهم متجهون إلى تجهيل دينيا وبضاعتهم أو المناخ الذي يتحركون فيه هو المناخ الجاهل بدينه هذا جانب فهم خطر على الدين من هذه الحيثية خطر على الدين باعتبار أنهم سيرهنون اليمن أو سيرهنون الجهة التي سيطرون عليها لنظام ولاية الفقير لنظام الملال الإيرانية هم خطر كذلك على الأمن أمن المنطقة الأمن القومي العربي الأمن المنطقة يعني باعتبار أنهم سينقلون اليمن من الحاضن العربية إلى الأطماع الإيرانية باعتبار أنهم في الحقيقة هم أذناب للمشروع الإيراني في المنطقة هم خطر على العقول لأنهم يعيشون على الخرافة الدجل الكهنوت السحر الشعوذة فالعقول ستكون أيضا في خطر هم خطر على الأموال لأنهم عصابة نهب وسلب وجبايات وخمس وضرائب والان الان ما يجري في 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 المناطق التي تحت نفوذهم شيء يندى له الجبين من الابتزاز من النهب من السلب هذا هم ما قد يعني تمكنوا هم خطر كذلك على يعني على على, على, على الاعراض خطر على النفوس لانهم يستبيحون دماء مخالفهم يعني هذا القتل الذي يعني استمرؤوه في الشعب اليمني لم ياتي من فراغ ياتي من نظريه عقديه حقوده على الشعب اليمني، فلذلك يستبيحون قتل الناس، يستبيح يزجون بالاطفال في في المعارك لتحقيق اطماعهم، نعم سيكون سنكون امام نظام عنصري، سيكون هناك طبقيه مقيته في الشعب اليمني، سيحيون الطائفيه العافنه في الشعب اليمني، سنكون امام كوارث لا حصر لها، خطر على الجيران، خطر على الاقليم، خطر على اليمن، خطر لكن انا اقول لك باذن الله اتضح الصبح لذي عينين ولا يمكن أن يقبل الشعب اليمني الحر الأبي نعم. أن تتحكم في هذه العصابة الإجرامية العنصرية نعم وبالتأكيد هذه يعني جاءت الحملة لهذا الهدف ولتوعية أيضا أبناء الشعب اليمني قاطبة قبل أن ننتقل أيضا إلى الشيخ الفاضل أحمد بن حسين المعلم فقط أريد أن أنوه أنه هذه الحملة يطلقها أيضا مركز المنبر اليمني وبرعاية من وزارة الإعلام اليمنية وبمشاركة العديد من القنوات اليمنية والعربية. شيخ أحمد يعني يعني ربما الحديث الآن عن محاولة ميليشيا الحوثي عن نقل التجربة الإيرانية في صنعاء، ورأينا أيضا بعض الممارسات التي تشبه كثير أيضا إلى حد ما الممارسات التي تمارسها الطائفة الشيعية في إيران وفي بقية أيضا الدول والعواصم التي تسيطر عليها هذه الميليشيات يعني كيف يمكن أن نقيم الوضع الآن في اليمن ومحاولة المستمرة لهذه الميليشيات الحوثية الإيرانية للسيطرة على اليمن وأيضا الزج أيضا بأبناء الشعب اليمني في هذه المعمعة الإيرانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحقيقة آه الذي يتابع تاريخ هذه النحلة الرافضية الباطنية لا يستغرب ما يحصل في اليمن صحيح فهم يعني يقوم دينهم على كما ذكر آه أخي الدكتور محمد على التحريف على التأويل على يعني إنكار الحقائق إنكار يعني حقائق الدين إنكار السنة النبوية المعاداة الصريحة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التسخير الناس لأهوائهم وشهواتهم ومصالحهم للأسف الديانة الرافضية الركن الأول فيها والمقدم على بقية أركان الإسلام هو ركن الإمامة ركن السلطة نعم. أنهم يعملون على أن كل شيء يسخر لأجل السلطة وهذا نعم. في كل طوائفهم من الباطنية إلى الزيدية وفي اليمن صرحوا ال بذلك الجارودية يعني. المتعصبة نعم. ال الغ الغلاة هؤلاء كلهم يسخرون كل شيء طيب. لي يعني يخدم السلطه التي يتربعون على عرشها صحيح ففي الجوانب العقديه في كل يعني كل مساله يربطونها او يسخرونها لخدمه الامامه والسلطه ليكون الناس جميعا تابعين وخاضعين وخدام للامام صحيح في الجوانب الفقهيه في الجوانب الفقهيه حتى يعني تجد في كثير من 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 جوانبها وخصوصا جوانب المعاملات وجوانب السياسه الشرعيه يسخرون كل 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 شيء الى ال ما يخدم الدوله، يعني على سبيل المثال في الزكاه. نعم. يرون يعني اوسع مذهب في جب في جبايه الزكاه وفي يعني السيطرة على يعني الناس. ايوه في 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 ادخال كل شيء في نطاق الزكاه هو المذهب المذاهب الشيعيه بحيث يعني يقولون عندنا في اليمن ان الزكاه واجبه حتى في الحطب وفي الخشب وفي وفي, وفي, وفي كل شيء صحيح, صحيح بمعنى كل شيء يجبى ثم اين يذهب؟ هل يوزع توزيع الزكاه الذي يعني شرعه الله سبحانه وتعالى الاصناف الثمانيه لا يجب الى بيت المال ثم يتحكم فيه الامام كما يشاء ويذل به الناس او يشتري به ذمم الاخرين اذا فهذه التجربه والدول المتعاقبه منهم التي حكمت في العراق وفي ايران وفي مصر وفي حكمت في اليمن في باوجه مختلفه كلها كلها متتابعه على سيخ هذا النمط وتسخير الناس ليكونوا جميعا اتباعا اذلاء لمن يتولى السلطه. اذا باسم الدين وكان الانسان يذل نفسه وكان جزء من العباده التي شرعها الله صحيح. عز وجل والذل والخضوع لله جزء منه يكون للامام وكان في نوع من الشرك ويمكن أن نسميه الشرك السياسي الشرك <applause> نعم. للإمام والسلطان إذا نحن أمام حركة حتى المذهب التي تعتنقه هي لا تحافظ عليه بل تلوي عنقه بما يخدم أهدافها الشيخ عبد الله بن هذا عضو مؤتمر الحوار الوطني في هذا الذي ذكر الآن بشار الرئيس يقول أنه نحن أمام حركة خطيرة على المجتمع إقليميا ودوليا الشيخ أحمد المعلم يتحدث عن لي أعناق حتى النصوص لتخدم أهدافها السياسية إذا نحن أمام ربما حسم عسكري فقط هو الذي يمكن أن يوقف مثل هذه الأمور برأيك تأخر الحسم أو محاولة وقوف ربما أجندات غربية أمام الحسم هل هو عائق فعلا هل هو كارثي تأخر الحسم في اليمن أولا أمسي عليكم على مشاهدين بالخير وبالنسبة للحركة الحوثي والشيعة يعني في اليمن وغير اليمن يعني اللي يؤمنوا بولايه الفقيه هذه حركه خطرها في 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 الاساس الانسان اغلى اغلى ما نملك في في, في, في الدنيا تمام؟ لا. خطر الحركه هذا على الانسان في, في اولا واخرا أو في الانسان اليمني بشكل خاص والانسان العربي بشكل عام. أوه. هذه حركه ترفع شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل وهم اذناب امريكا واسرائيل هم هم وهم أول من يخدم أمريكا وإسرائيل، هذه الحركة ترفع شعار المقاومة والممانعة، وهم أكثر من يخدم إسرائيل وأمريكا هم، هذه الحركة تدعي أنها يعني تهدف من خلال هذه الحروب الطاحنة في, في الوطن العربي في اليمن وفي الوطن العربي بشكل عام، أوه. يعني تدعي أنها تريد تحرر القدس ونحن الآن هذه الحركة تستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة، نحن الآن نقاتل وندافع عن المدينة المنورة وعن مكة المكرمة مه. لأن خطرهم على مكة المكرمة جميل. وعلى المدينة المنورة لا. يعني أعظم من خطر أمريكا وإسرائيل جميل، بالتالي موضوع الحسم الآن موضوع موضوع الحسم الآن يعني كان بعض الشعب اليمني لا زال يعني مغتر بالحوثيين ولا زالوا واهمين يعني أن الحوثيين هذه النهاية يعني ربما يكون خلاف سياسي أيوة ربما انه آه يعني يدافع وانه كان البعض هكذا, أيوة هكذا لكن الان في هذا الايام الاخيره وبعد ما يعني قتلوا من كان يعني متحالف معهم علي عبد الله صالح بدا الشعب اليمني يعرف خباياهم كلها واعتقد ان احنا الان اصبحنا يعني اصبحت المساله مساله وقت ولكن الحسم العسكري يحتاج الى سرعه لان كل يوم نتاخر فيه تتاخر فيه التحالف وقوات الشرعيه في الحسم ندفع في كل ساعه انا اعتبرها في كل ساعه نتاخر ان يعني من الحسم نحن كل كل يوم ندفع الثمن وكل ساعه ندفع الثمن اكثر كل ما تاخرنا ندفع الثمن اكثر لان هذا الجماعه اولا اللي ينضم الى الجماعه هذا مجرد ما ينضم غير الاحزاب السياسيه شوف اليمن فيه يعني مجموعه احزاب سياسيه يعني كثيره تمام لكن هذه تختلف هذه حركه مش هذه حركه لا يعني ما فيش فرق بينها وبين تنظيم الدوله وبين القاعده نعم هذه الحركه اللي ينضم معها ي ي يحمل السلاح يعتبر صحيح جندي تبع ايران عسكري تبع نعم ايران مش تبع خاص اليمن حتى صحيح خاصه وانا ايضا شاهدنا جرائم مماثله نعم لتلك الحركه الارهابيه في اليمن وفي غيرها ايضا من البلدان العربيه، اذا ما عدت اليك دكتور محمد موسى العامري وزير الدوله يعني استطاعت هذه الميليشيات الانقلابيه الميليشيات الحوثيه ان تمتلك ايضا صواريخ طويله المدى بتقنيات ايضا ايرانيه واستهدفت ايضا قبل ايام مكه المكرمه ومؤخرا ايضا وصل صاروخ الى الرياض، يعني هل اصبح الان الشعب اليمني ايضا الشعوب العربيه والاسلاميه مدركة خطورة هذه الميليشيا الانقلابية وانعكاسات هذا الخطر ليس فحسب على اليمن وإنما على المنطقة برمتها نعم هي هذه الحركة أساسا لا تملك رؤية يمكن أن تقدمها فيقبل بها أي مجتمع نعم لذلك هي تعول على القوة وعلى السعي لامتلاك وسائل الإرهاب والقمع و آه يعني آه مصادره حقوق الناس وحرياتهم. نعم. آه هي يعني هذه الصواريخ التي ارسلت او هذا التسليح او حتى يعني الكميات المهوله من الالغام التي زرعت في اليمن نعم هذا كله برهان قطعي على ان هذه الحركه هي ذراع ايراني في المنطقه. يعني لا يملكون مشروعا وطنيا حتى على عنصريتهم وعلى بلائهم وعلى انحرافهم بصورة محلية هم عبارة عن أجنده للمشروع الإيراني العالم كله اليوم العالم اليوم كله أدرك أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية إذا هم ينفذون السياسة سياسة ولا ولاية الفقيه الإيرانية في المنطقة وبالتالي يسعون في الحقيقة إلى يعني معروف ان اليمن يعني موقع جغرافي حساس نعم آه مضيق باب المندب وغيره ومواني يسعون في الحقيقه الى السيطره على هذه المواني وعلى هذه الممرات الدوليه لكي تكون لكي يكونوا بوابه خلفيه للمشروع الايراني الفارسي في المنطقه اذا اليوم انكشفت الامور وتوضحت واتضحت الحقائق اننا امام جماعه بالمفهوم وبالمصطلح السياسي جماعه ارهابيه قمعيه تقتات على هذا وتهدد الجيران وتهدد المنطقه بما يعني تجلبه من من اسلحه، نحن نعرف انه اول ما سيطرت هذه الجماعه على صنعاء فتحت جسرا جويا الى ايران صحيح هذا الجسر الجوي صح. نحن ليس بيننا وبين ايران تواصل يعني ولا جاليات كبيره ولا ج... انما هي ترسانه من الاسلحه كانت تصلهم والى يومنا هذا ولا تزال التسريبات او الاسلحه الايرانيه تصل اليهم هذه الالغام وهذه الصواريخ من اين تاتي؟ هي في الحقيقه تتسرب اليهم من الـ 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 يعني الجهات الايرانيه وقد ربطت الدوله اكثر من مره اكثر من سفينه لا. وكشفتها للراي العام لم تعلم يعد هناك خفاء أننا أمام جماعة هي مشروع إيراني خبيث في المنطقة نعم إذا ضيوفي الأعزاء واسمح لي أيضا الزميل أبو بكر في هذه التقضية نذهب إلى متابعة تقرير عدد أيضا قناة اليمن الفضائية فيما يخدم هذه الحملة معا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية نتابع هذا التقرير معا وفقط ايضا للتذكير انه في الجزء الثاني من هذه التغطيه سيكون هناك ايضا بعض من الزملاء المذيعين في الجزء الثاني مع نخبه ايضا من الضيوف الاعزاء ولكن في هذه الجزئيه او في هذا الجزء الاول من هذه الندوه مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير التالي ومن ثم نعود حين من الدهر لم تكن فيه الحوثيه شيئا مذكورا وذكريات قائمه لسنوات القت فيها ايران بذره شرها في الكهوف ثم حصاد مر من الفجور والتفجير بعد ان امتدت رؤوس الشياطين ذلك هو ملخص مسيره الموت التي لم يجتمع اليمنيون بعد حب الوطن على شيء اجتماعهم على بغض جرائمها فالمليشيه التي بدات مسيرتها من كهوف لا تعرف شمس الحريه انبعث اشقاها ليعقر اهداف الجمهوريه وفيما كان اليمنيون في رحابة حوارهم الوطني يتقدمون نحو المستقبل، كان المكر الإيراني بالمنطقة يخطط للعودة بالجميع نحو الماضي، جاعلا من الأفكار السوداء التي تملكت الحوثيين ثقبا أسود يراد له أن يبتلع الوطن والمنطقة. تقدمت الميليشيا نحو صنعاء على وقع شعارات كاذبة فابتلعت عمران. وحين باتت صنعاء ذاتها بايدي ميليشيا طهران كشفت ايران وجه مكرها معلنه صنعاء عاصمه رابعه تلتحق بمسيره الخميني ومع سكره النصر الموهوم اندفع الحوثيون نحو لحظه الانكشاف المحتوم ومع تساقط الارض بايديهم تساقطت اوراق التوت التي تغطي سوءات حقدهم فاذا شعاراتهم كذبه واجرامهم حقيقه تحرك الحوثيون بافكار من خارج نطاق اليمن فظهروا مليشيا خارج سياق التاريخ لم يتركوا منطقه بلا اعتداء فتوحدت في وجههم الجغرافيه سقطوا في درك وحشيه التعذيب فانتصبت في وجوههم كل معاني الانسانيه اسقطوا عمليا اهداف الثوره فباتوا في مواجهه كل محب للجمهوريه. لم تكن مشكله اليمنيين مع افكار الحوثيين رغم انحرافها، فتلك مساله راي في دوله مواطنه متساويه. كانت المشكله وتبقى في فرض الميليشيا لافكارها بالقوه بعد انقلابها الذي الغى احتكار الدوله لقوه السلاح. فالحوثي الذي جمع سلاحا من ايران فاوعى حشر اتباعه فنادى. فزعم انه وسلالته الاعلى جاعلا نفسه ومن حوله في برج السياده واليمنيين بجموعهم في درك العبوديه وتلك عقده ضبطت كل تحركاته الانتقاميه التي لم ينجو منها يمني بما في ذلك الذين عقدوا معه حلفا في يوم من الايام ليترك الحوثي خلفه جسد طفل مفخخ بعد قتله وجثة مختطف عليها آثار تعذيبه، ونساء يمنيات لم يعتدن قبل الميليشيا على الاعتداء، وركام بيت أو مسجد نسفه الحقد في الهوى. انتقام إيراني لم يكتفي باليمنيين كافة، بل أرسل صواريخه وما يزال نحو عواصم الأشقاء، ليصبح الحوثيون جراء إجرامهم منبوذين من كل اليمنيين. أعداء لكل المنطقة وليصبح شعار الجميع وواقع حالهم معا ضد مليشيا الحوث الإيرانية أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام إلى هذه الحملة التي يطلقها مركز المنبر اليمني بالتعاون مع العديد من القنوات اليمنية والعربية والتي تاتي تحت عنوان معا ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية دكتور أه شيخ أحمد حسن أه المعلم نائب رئيس هيئة علماء اليمن اليمنيون عاشوا طوال فترة لا بأس بها من الزمن حتى قبل الوحدة اليمنيه في نوع من الهوية المشتركة قبل أن تأتي هذه الميليشيا بهويتها الخاصة بثقافتها الخاصة وأجنداتها الخارجية للأسف هل هناك برأيك معالم واضحه للهويه اليمنيه الجامعه. نعم لا شك وليس هناك شعب حتى اقل عراقه من اليمن ليس له هويه. فما بالك بهذا الشعب العظيم ذي التاريخ البعيد والراسخ وذي القيم وكذلك ذي الرصيد التاريخي العظيم لا شك ان له هويته. جميل. هوية اليمنيين قبل كل شيء الإسلام هم أول الأمم دخولا في الإسلام بعد أصحاب رسول الله الذين كانوا محيطين به ولدخولهم فيه ميزة عظيمة لم تتوفر لأي شعب آخر أو لأي أمة أخرى حيث بلغهم الإسلام مباشرة دون وسائط حتى لا يعني لانه لو كثرت الوسائط لكان امكانيه الخطا والتحريف موجود، لكن هؤلاء اخذوه غضا طريا من راس الم من راس النبع. فالايمان الاسلام العقيده الصافيه، الايمان او قل الاسلام بشموليته بنقائه بصفائه هو اول مرتكز من مرتكزات الهويه اليمنيه العروبه. ف اليمن هو اساس واصل العرب سواء من ناحيه انطلاق العرب منه الى انحاء الارض او سواء الى يعني وصول العرب في لغتهم في عاداتهم في مقومات حياتهم فالكل الى الان ولو راينا العربي من المغرب العربي او من شمال و شرق العراق او من اي مكان لوجدته يعتز بيمنيته فهذه هويه اخرى مهمه جدا في يعني لليمنيين وهذه العصابات التي جاءت تريد ان تسلخنا عن هويتنا الاسلاميه والعربيه والعربيه وتلحقنا بهويه لا عربيه ولا اسلاميه على الوجه الصحيح نعم الوسام الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر اليمنيين بما جاء من أنهم أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل الفقه وأنهم أرقوا قلوبا وألينوا أفيدا وغير ذلك من الصفات التي يتمناها شعوب الأرض ويتمنى كل واحد في مسلم أن يكون حائزا لهذا الشرف هذه يعني شعار لهويه اليمنيين وشرف لهم لا بد ان يحافظوا عليها ولا بد ان يتمسكوا بها نعم. واذا نحن اطعنا هؤلاء واتبعناهم فان ذلك يحطم كل هذه القيم نعم. التي تتركز عليها الهويه اليمنيه ويبدو ان الصوره الان صارت واضحه امام الشعب اليمني خصوصا بعد ان شاهدوا نعم الذي تمارسه هذه الميليشيات اذا ما انتقلنا اليك الشيخ عبد الله بن هدال نعم. عضو مؤتمر الحوار الوطني يعني شعار ما يسمى بالصرخه التي يستخدمه الحوثيون طيله هذه الفتره كان هناك ايضا شعار مماثل إبان الثوره الايرانيه انذاك نعم. يعني هذا التشابه في في الشعار ايضا تشابه في بعض الطقوس كلطم الخدود وغيرها من الخزعبلات دلالات هذا التشابه بين الميليشيات الحوثيه في اليمن وبين ايضا الميليشيات هناك في في ايران شعارات الحوثيين وشعارات الثورة الايرانيه هذه من مطبخ واحد نعم وفقط يريدوا يعني ينفذوها على مستوى وعي الناس في كل منطقه يعني يدهم في العراق يعني يعني شماعه هي صحيح يستهدفوا المنطقه بها في لبنان يعني لهم يعني شماعه في سوريا لهم شماعه في ايران لهم شماعه في اليمن لهم شماعه شوف ما يحدث في اليمن يعني هو مخطط كبير يستهدف المنطقه برمته ويعتمد نجاحه على نجاح الحوثيين في اليمن صحيح وفشلهم صحيح اذا نجح الحوثيين في السيطره على 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 اليمن وعلى الشعب اليمني يعني سيكون تنفيذ هذا المخطط من اسهل ما يكون لان الشعب اليمني هو العمق الاستراتيجي للجزيره العربيه وللامه العربيه والاسلاميه بشكل عام يعني الشعب اليمني بما يعرف عنه من الكرم والشجاعه والتضحيه ويعني الايمان ونصرته للمظلوم يعني يريدوا يستهدفوا يحولوا بدل ما هو يعني ينصر الامه العربيه والاسلاميه يحولوه الى يعني خنجر في في ظهر الامه العربيه والاسلاميه يطعنوها من الخلف ب ب ب بالشعب اليمني وبرجال اليمن يعني وتعرف رجال اليمن وشجاعتهم بسالتهم هم يعني اذا سيطر الحوثيين على اليمن معناته انه خلاص يعني المدد اليمن ارض المدد يعني في, في الاسلام في يعني عبر التاريخ اليمن ارض المدد نعم ومن وقفت معه يعني رجال اليمن يعني فهو المنتصر، الاسلام يعني انتصر برجال اليمن وبقبائلها. نعم. ولهذا هم الان يستهدفوا الامه العربيه، استهدافهم لليمن استهداف الأمة العربيه بشكل عام يعني الإسلامية نعم والاسلاميه وخاصه دول الخليج. فسيطره الحوثيين والايرانيين على هم اصلا الحوثيين هم هم جنود. عسكر مثل ما تقول كتيبه وقائد كتيبه نعم في معسكر يحرك قائد اللواء الكتيبه يحركها قائد اللواء نعم كتيبه الحوثيين من جيز كتائب الحشد الشعبي وحسن نصر الله وادواته في سوريا يعني شوف حسن نصر الله على حدود اسرائيل تمام اعلن ترامب ترامب ان القدس ستكون عاصمه لدوله اسرائيل بدل ما يوجه صواريخه الى تل ابيب يوجهها لمكه يوجهها لمكه ويوجهها لدمشق وقتل نعم الشعب السوري اذا نحن امام ف... صرخه مزيفه لا تستطيع هذه الصرخه هي تستهدف عقول الناس البسطاء، شوف القبائل يقول لك الموت لامريكا ونحن نقاتل امريكا انا قد جيت الى صعده وجلست وشفتهم وعرفتهم وعرفت بحقيقتهم نعم وعرفت انهم بحقي إن يعني حتى الاسلام بعيدين منا يعني الى مستوى ان احنا كنا جالسين في, 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 في المجلس يعني يذن للمغرب ما يقوم ولا واحد يصلي يقول يعني, يعني أنا يوم اصلي وبعدين ما عاد لانه يقول لك من دخل في سفينه آل البيت يعني خلاص ما عاد عليه فروض قد ما يركب مع أهل البيت وخلاص يعني فاقول لك هذه الصرخه تستهدف العقول البسيطه جميل وحولوهم الى ادوات قتل وادوات اجرام بهذه يعني الصرخه يعني ربما لان اليمني لديه مشاعر بال... القتال أيوة. والحميه نعم خلينا ننتقل الى الدكتور محمد موسى مستشار رئيس الجمهوريه دكتور محمد العرف اليمني العادات اليمنيه التقاليد هي ربما جزء اصيل من الهويه اليمنيه التي طغى عليها الحوثي هل فعلا نحن امام استهداف حقيقي وهل ربما اريد منك ان تضرب لنا مثلا جزء من من امثله ممارسات الحوثي ضد الخرق العاده اليمنيه التقاليد اليمنيه الاعراف وغيرها نعم انا اقول هم خطر على كل المكونات في الشعب اليمني هم خطر على السياسة خطر على الاقتصاد خطر على الأعراف خطر على القيم خطر على المبادئ لأنهم يعتبرون أنفسهم جسم غريب في المجتمع اليمني هم هوية وافدة ليسوا أصيلين في يعني حتى أنا أقول حتى الزيدية المعتدلة ستنقرض بوجود هذا الفكر الجديد الدخيل الرافضي الرافض في الشعب اليمني وبالتالي يعتبر يعني هذه النقمه او هذا الحقد الدفين على المحيط حولهم من اين اتى اتى باعتبار انهم يشعرون انهم اقل يعني اقليه يجب ان تطحن الاكثريه في الشعب اليمني وبالتالي كل ما يخالفهم لن, لن يقفوا عند حد نعم. اذا كانوا يستهترون بالعقيده بالدين يعني تصور تصور اذا كان هو ينظر الى احسن الجيل وهم الصحابه بانهم اعداء وخصوم له من سي وأنا أقول وضربت هذا مثالا في أكثر من أن كل طائفة أو كل فئة تواطأت معهم أو بررت جرائمهم في الماضي أو تساهلت معهم أو تغاضت عنهم أو تحالفت معهم ذاقت مرارة هذا هذا الموقف السلوك وكل فئة أخذت من جرائمهم ومن انتهاكاتهم بحسب, بحسب موقفها وتواطئها وآخرهم المؤتمر الشعبي العام بعدما نعم. وصلوا إلى العظم مع هذا المؤتمر همشوهم وأقصهم واليوم الآن يطارد أعضاء المؤتمر الشعبي العام حارة تشريداً. وأعضاء إذا كان هذا الذي قدم لك كل هذه الخدمات وأعطاك الغطاء السياسي والاجتماعي ووفر لك المناخ تعاملت معه بهذه القسوة وهذا الوحشية وهذا الإجرام وهذه العنصرية فكيف ستتعامل مع أقول كل من تساهل معهم أخذ نصيبه من عقوبتهم وإجرامهم بحسبه نعم، طيب شيخ أحمد يعني ربما الوقت يداهبنا كثير ولدينا أيضا بعض المحاور لابد أن نطرحها في هذا أو في هذه الندوة أو في هذه التغطية، يعني بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يعني ما هو الدور الذي ينبغي الآن أن يقوم به أنصار علي عبد الله صالح، خصوصا وقد رأينا بعض الممارسات من قبل هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية من قتل وملاحقات أيضا لأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام الذي كان ايضا بالامس مناصر للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الان ماذا ينبغي عليهم في هذه المرحله الحساسه على وجه التحديد؟ اظن انهم قد ادركوا كثيرا مما ينبغي ان يكونوا عليه ومما يجب عليهم ان يكونوا عليه. نعم. آه كما ذكر الدكتور اعطوهم كل شيء. م. ثم ذهب ذلك كله وانقلب عقوبه عليهم. صحيح. فكون انسان يعني قد ذاق هذه المراره كلها ثم يعود الى نفس الكاس الذي شرب منه قائدهم وقياداتهم الاخرى الملتحقه بهم ويشربون منه انما هو الجنون وقله العقل ولذلك فنصيحتي لهم ان اذكر نفسي واذكرهم بقول الله تبارك وتعالى طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يجب أن يصدقوا الله ينظر أين رضوان الله أين رضوان الله هل رضوان الله في المجاملة والمسايرة والتعاون على الإثم والعدوان لا هل رضوان الله في ان نسكت على من يفسد الدين وينتهك الاعراض ويهلك الحرث والنسل ويسخرنا لضرب إخواننا لا إذا فنصدق الله عز وجل ونعمل صادقين بما فيه مرضاة الله وبما فيه المصلحة العليا لليمن نعم. عندي قاعدة أقول فيها أننا يجب أن نتحد على مصالحنا العليا تتحد مواقفنا بما يحقق مصالحنا العليا ولا يلزم من ذلك أن, ان 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 تتوافق قناعاتنا، قناعه هذا وقناعه هذا وكذا قد تختلف في جوانب وفي التفاصيل ونتحد على هدف عام لكن الهدف العام، المصلحه العليا يجب على الجميع ان يلتقوا عليها وان يتعاونوا على ابرز الهدف ابرز الهدف الذي لازم نتفق عليه في هذه المرحله ابرز هدف ان نقضي على هؤلاء، ان نزيل هؤلاء، ان نبعد الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعا جميل من قبلهم إذا كما أشار ضيفانا هنا في الاستوديو إلى أن هناك ضرورة اليوم للوحدة في وجه هذه الميليشيا ألا ترى أن الميليشيا استفادت كثيرا من موضوع التفكيك والاستفراد بكل على حدة تأكيدا ما هل فعلا استغلت هذه النقطة وعلى قاعدة أكلت يوم أكل الثور الأبيض حتى يفهم ربما اليوم من لا زال يساند الحوثي بأبنائه أو بماله أو بغير ذلك شوف الحوثيين هؤلاء يعني مجرد انك تفكر ولا تتكلم عن حوار مع الحوثيين وانهم بيتحولوا الى حزب سياسي هذا يعني يعني اعتبار انك تنهي نفسك بنفسك هذا جماعه عقائديه يجب ان تنظر الى العقيده اللي هم يؤمنوا بها والايديولوجيه اللي هم يحملوها في رؤوسهم هذه الجماعه لا تؤمن الا بالسلاح وبالقضاء على خصومها بالقوه وبالتالي فان خطرها على اليمن وعلى الامه العربيه يجب مكافحتها بالقضاء عليها عسكريا. بالنسبه لسؤالك حل يعني انه اكلت يوم اكل لا للاسف الى الان هناك بعض المكونات يعني لا زالت تخدم الحوثيين ب ب ب يعني وهي ما تشعر انها تخدم الحوثيين مثل بعض الفصائل يعني في في في, في المحافظات الجنوبيه يعني لا زالت تخدم الحوثيين عن طريق التفرقه المناطقيه وعن طريق ال... نحن في أمس الحاجة إلى التوحد يعني من أجل القضاء على هذا نحن اتفقنا في في مؤتمر الحوار الوطني نعم. على شكل الدولة وعلى كيف تكون الدولة وعلى حل جميع قضايا اليمنية من أيام من أيام السبعينات والستينات تمام إذا من السهل أن نتفق لا لا أيوه كل خارج إطار هذه الميليشيات نحن خارج إطار الميليشيات كل شيء موجود يعني. معنا في في وثيقة الحوار الوطني يعني فقط النفذة لكن العائق والمصيبة اللي إحنا نواجهها هذا الجماعة المسلحة ويعني كل يوم يتأخر الحسم كل, كل ما دفعنا الثمن غالي شوف الجزائر ضحت بمليون وخمسمائة ألف شهيد في مواجهة الفرنسيين الفرنسيين استعمار يعني خارجي معروف لكن هذا نصيبته أنه استعمار أيديولوجي يعني من أقصى الأرض بأدوات يمنية وبالتالي القضاء عليها يعني هؤلاء مثل المرض الخبيث المرض الخبيث ما ما يتعافى صاحبه الا باستئصالها مرض السرطان تحتاج الى جرعات كيماويه تحتاج الى يعني ادويه تتعبك في نفسك وتحس يعني تحس بالارهاق وتحس بالتعب مثل مثلها مثل مثل هذول وهذول اخطر من السرطان الحوثيين اخطر اخطر على الانسان على الارض على على المحيط العربي على الامه العربيه والاسلاميه على المقدسات الاسلاميه هذه حركه ولا تخدم استئصال هذا المرض الخبيث نعم, نعم تخدم الحركه نعم. تخدم الصهيونيه تخدم يعني الاستعمار يعني بشكل عام حتى اشوف انا ارى يعني المبعوثين الدوليين والسفراء في الامم يعني في الامم المتحده يعني عندما يتحدث عن كلمه حوار مع هذا نعم. الجماعه هذا الجماعه المسلحه الارهابيه يعني معناته انه انه عدو للامه العربيه والاسلاميه وخدم المشروع اللي في 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 الامه العربيه والاسلاميه نعم يعني مثلها اللي اللي يقول يتحاوروا مع الحوثيين ربما مع الحوثيين ربما ربما سنتكلم يعني عن موضوع الحوار مع في, الجزء الثاني من هذه الدولة سنتكلم الدولة عن موضوع الحوار ربما في الجزء الثاني من هذه الندوه ربما مع الزملاء في الجزء الثاني لكن دكتور يعني وانت ايضا تمثل الجانب الرسمي هنا كرئيس او مستشار رئيس الجمهوريه ووزير الدوله الدور الذي يقع الان على عاتق الحكومه الشرعيه في ظل هذه المرحلة التي بلا شك يعني تحتاج الى تكاتف الجميع ولكن الدور على وجه التحديد الذي يقع على عاتق الشرعيه الحكومه الشرعيه الرسميه في هذه المرحلة. لا شك يعني الدور يعني الذي يعني يمكن او يتطلب ان يكون عليه الوضع هو ان نسعى او تسعى الدوله بكل جديه لتطبيق ثلاث امور. اولا ان تحقق الامن في المناطق التي حررت بحيث تصبح هذه المناطق مناطق نموذجيه لبقيه المناطق الاخرى حتى يكون ذلك يعني مدعاه لان يستبشر الناس يعني في حقيقه يعني شيء يؤسف ما يحصل في في عدد من بعض الاختلالات الامنيه التي ذهب ضحيتها بعض الائمه وبعض الدعاه وبعض الخطبة هذا النموذج لا يساعدنا في القضاء على هذه الجرثومه وهذا التوجه الخبيث الموجود في المنطقه فاذا ان ان توجد الخدمات الاساسيه في المناطق المحرره هذا هو نموذج سيكون مشجعا لبقيه المناطق للتخلص من هذا الجانب هذا جانب الجانب الثاني استعاده الدوله هو الضمان نحن نقول للجميع اليوم يجب ان لا يكون هناك مناكفات سياسيه ولا صراعات حزبيه ولا يعني يعني الذهاب الى يعني مشاريع ضيقه امامنا عدو شرس خطر على الجميع اذا ادركنا انه خطر على الكل فيجب ان نتجه الجميع الى الضامن الاساسي الان هو وجود الدوله وبسط نفوذها على جميع مناطق اليمن نعم الوقت داهمنا بس فقط لم يتسنى لنا الا ايضا الشكر والتقدير لضيوفنا الاعزاء الدكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهوريه وزير الدوله شكرا جزيلا لك وايضا الشكر موصول للشيخ الفاضل احمد بن حسين معلب نائب رئيس هيئه علماء اليمن شكرا جزيلا لك وايضا الشكر موصول للشيخ عبد الله بن هذال عضو مؤتمر الحوار الوطني والكلمه الاخيره في هذا الجزء هي للزميل القدير ابو بكر الدوسي تفضل كلمه لك وسننتقل بعدها الى الجزء الثاني ومع زملاء اعزاء ايضا في الجزء الثاني من هذه التغطيه شكرا ماجد اذا مشاهدي الكرام ثلاثه اعوام منذ انقلاب ميليشيا الحوثي ثلاثه اعوام صاخبه باصوات المخفيين قسريا باهات امهاتهم باوجاع المنهوبين بصراخات المستغيثين على انقاض المنازل ثلاثه اعوام دمرت فيها المدن وشيدت فيها المقابر واكل وأك فيها القوي والضعيف وضاعت فيها الحقوق والاعراف والعادات وتلاشى كل شيء سوى صرخه مشؤومه جلبت لليمن الويل والدمار ثلاثه اعوام وحدت الجميع ليهتفوا بصوت واحد معا ضد ميليشيا الحوثي الايرانيه ختام الجزء الاول من هذه الندوه في الجزء الثاني اصحابكم الزميل محمد الضبياني والزميل فيصل الحذيفي وكذا الزميل مصطفى القطيبي في أمان الله ما هو الدور الذي لعبته إيران؟ المشروع الحوثي هو مشروع إيراني صرف ولو كان الحوثي مكون يمني خالص اتفقنا معه في مراحل سياسيه متعدده نواجه صعوبه في تتبع الجرائم التي ترتكبها جماعه الحوثي في المناطق الخاضعه لسيطرتهم عدنا باليمن الي عهد الجوع والفقر والمخافه نحن امام سيناريو يتكرر رغم الظروف القاسية رغم المحن حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام في المحور الثاني من ندوه معا ضد ميليشيا الحوثي الايرانيه اقدمها انا محمد الضبياني بالاضافه الى زميلي مصطفى القطيبي وايضا الزميل فيصل الحذيفي نستضيف في هذه الندوه وفي هذا المحور القاضي احمد الدكتور احمد عطيه وزير الاوقاف والارشاد وايضا العميد المتقاعد حسن الشهري خبير عسكري ومهتم بالشأن اليمني مرحبا بك اهلا وسهلا والاستاذ والصحفي حمدان العلي مدير المرصد اليمني للاعلام شكرا لكم تدرك ميليشيا الحوثي المتمردة ان معركتها الاساسية مع اليمنيين وان الحرب والدمار ليس الا واحدة من ادوات استهداف اليمنيين دولة ومجتمعا وافرادا وعقيدة لقد عملت ميليشيا ايران الحوثيه منذ البدايه على استهداف كل ما يمت للحياه بصله وشرعت بصناعه القتل وصياغه مشاريع الموت والكراهيه واللصوصيه فربت اتباعها على منهج العنف والاقصاء يقوم على رفض الاخر وسفك دمه كما عملت على تشويه تاريخ اليمنيين وصولا الى محاوله زراعه عقيدتها المنحرفه بالضلاله والجريمه. ومن اجل مزيد من سفك الدماء في سبيل صياغه مشروعها الارهابي وقد عمدت هذه الميليشيا الى توظيف التباينات بين القوى السياسيه والاجتماعيه واجتاحت المدن وهدمت مقومات الدوله ومؤسساتها وصادرت ذاكره المؤسسات ارشيفا وامنا ومؤسسات عسكريه فجرت المساجد ودور القرآن والمدارس وعطلت التعليم وزجت بالاطفال في حربها الاثمه ضد اليمن والمنطقه، كما شرعت في استهداف العقل الوطني ممثلا في الاكاديميين والتربويين والمفكرين والناشطين والصحفيين والاعلاميين في مختلف المجالات، وحرصت على المبالغه في القمع والامعان في سياسه القتل والاختطاف والتعذيب والقصف والقنص والتفجير والتهجير. حتى تتمكن من تنفيذ مشروعها الشيطاني برعاية إيرانية شاملة بداية أرحب بكم جميعا معالي أستاذ همدان العلي فيما يتعلق بالانتفاضة التي حدثت مؤخرا وهي نتيجة نتيجة لحالة احتقان حادة من كل كافة أطياف المجتمع اليمني من هذه الميليشيا كيف كيف تقرا ردود الفعل فعل المجتمع الدولي المجتمع اليمني بكافه اطيافه ضد قمع ومشروع الميليشيا والتي كانت مؤخرا في انتفاضه صنعاء وما جاورها. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه منذ ظهور جماعه الحوثي في صعده في 2004 تقريبا ظهورها عسكريا مارست الجماعه ابشع الانتهاكات. كل ما سيطرت الجماعه على منطقه معينه روجت لكم هائل من الاكاذيب لكن ممارستها وفتره الفتره الطويله الطويله التي تسيطر فيها على هذه الاماكن تكشف كثير من الاقنعه ويعني تزيد من ادراك اليمنيين في هذه المناطق ببشاعه وجرم وكذب هذه الجماعه. خلال الثلاث سنوات التي مضت تحديدا اكتشف كثير من اليمنيين جزء كبير من زيف ويعني جرم هذه الجماعه لكن ما حدث في بدايه ديسمبر تحديدا كان على يعني ما يبدو هو القناع الاخير الذي انتزع من وجه هذه الجماعه القبيحه كيف لا وهي التي يعني غدرت بالحليف فما بالك بالخصم السياسي هذه الجماعه بما حدث بما ارتكبته مؤخرا خلال بدايه ديسمبر كشفت عن وجهها القبيح واثارت حقدا وغضبا كبيرا لدى المواطنين في المناطق الخاضعه لسيطره الحوثيين اضافه الى الاحقاد التي كانت متواجده او في دواخل اليمنيين في المناطق الخاضعه لسيطرتهم بسبب الانتهاكات ونهب الاموال وعمليات الاقصاء والممارسات العنصريه وكم هائل من الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي لا يسعنا الان الحديث عنها، يعني ابرزها تفجير المنازل، تجنيد الاطفال، تفج... آم... الاعتداء قنص الاطفال، يعني كم كم هائل جدا عندما نذهب لمناقشه هذه الانتهاكات في المحافل الدوليه المعنيه بحقوق الانسان، يعني لا نستطيع ان نلم وحصر، انت كاعلامي والجميع يعرف اننا نواجه صعوبه في تتبع الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وبالتالي هناك غضب وهناك حقد واسع في أنفس اليمنيين اليوم وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى يعني انتهاز الفرصه والانقضاض على هذه الجماعه بالتوجه الى القلب الذي صنع وصعده وتحرير هذه المناطق وسنجد استجابه وتأييد كبير انا ساعطيك مثال بسيط يعني قبل شهر قبل ديسمبر كنا نتلقى رسائل من بعض اليمنيين في المناطق الخاضعه لسيطره الحوثيين انتم عملاء انتم خونه انتم مرتزقين مرتزقه اليوم يحدث قصف في القصر الجمهوري رسلي شخص من صنعاء يقول لي قصف في القصر الجمهوري على الحوثيين اللهم زد وبارك. نفس الاشخاص ونفس نفس الاشخاص يعني, هناك, يعني تحول هناك تحول هناك تحول يعني كبير ويجب ان يستغل لان جماعه الحوثي تراهن على الوقت وهي قادره بكل صراحه على تغيير ديموغرافيه المجتمع والتاثير واجبار اليمنيين على التعايش مع واقعهم وبالتالي يجب الحرص على الاسراع على تس يعني في تسريع آآ آآ نعم تسريع الحزم وتحرير نعم صنعاء وصعده تحديدا وهنا ناخذ من كلامك بعد الترحيب بكم جميعا سعاده العميد والاستاذ حمدان والقاضي احمد عطيه السؤال لك الاخ حمدان طرح كلام جميل جدا كيف يمكن للشرعيه ان تستفيد من هذه الهبه الشعبيه والسخط العام في صنعاء وغيرها باتجاه هذه الميليشيات القمعيه الاخ حمدان يتحدث عن موضوع مهم جدا الناس بدات يعني تسخط على الحوثي وبدات تؤيد مشروع الشرعيه والتحالف. بسم الله الرحمن الرحيم. الهبه الشعبيه او الانتفاضه او كما يروق للبعض انها ثوره جديده في صنعاء. انا اعتقد انها امتداد لهبه شعبيه بدات من 21 سبتمبر 2014. ولا اعتقد انه يجوز ان ما حصل في صنعاء ما حصل ما قبل صنعاء. نعم. فالذي حصلت من تضحيات قبل انتفاضة صنعاء هي دماء سكبت في كل أراضي اليمن وليس شراب توت دماء يمنية طاهرة وزكية هذا امتداد وكان هؤلاء الذين سكبوا هذه الدماء قبل انتفاضة صنعاء هم موقنون قطعا بأن مشروع الحوثي مشروع دمار وموت وبالتالي نحن نشد على أيدي من انتفض في صنعاء يواصل هذه الانتفاضة و حتى يقترب الجيش الوطني من دخول صنعاء لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تحصل انتفاضه من الداء ان تحصل انتفاضه من الخارج لها ثلاث سنوات ثم تبدا انتفاضه في صنعاء تستمر ثلاثه ايام وتتوقف نحن نشد على ايدي منهم في صنعاء ان يواصلوا صح انهم تحت يعني ضغط الحوثيين وارهاب الحوثيين لكن في الاخير مشروع الحوثي هو قابل للفشل قطعا نحن في الحكومه الشرعيه ننظر إلى أن ما حصل مؤخرا يجب أن نستفيد منه وهذه الاستفادة تمثلت في هذه الأيام الأخيرة من التحركات التي حصلت في الساحل الغربي أو حصلت في مناطق شبوة وهي منطقة ومسقط راسي نعم وكانت هذه التحركات تعطي رسالة لمن هم في صنعاء وما جاور صنعاء انظروا إلى هذه الانتفاضة التي حصلت في داخل بيحان وفي داخل الساحل ونتفاجا ان من يقاتلوننا في بيحان من يقاتلنا في الساحل الغربي هم وللاسف الشديد الغالبيه العظمى من اقليم ازال وهذه ماساه نريد ان تتحول هذه الادوات التي كانت في يوم ما اداه للموت والقتل في كل مناطق اليمن ان تصير اداه للموت والقتل في مناطق الحوثي التي تتحكم عليها ولا ننتظر ان الحوثي سيمر على رؤوسنا ببارق الرحمه اطلاقا، الحوثي هذا مشروعه مشروع تدمير مشروع موت فاما ان نضحي ونقاتل ونواجه هذا المشروع او ان ننتظر الحوثي ان ياتي الى بيوتنا واحدا بعد الاخر ليقضي عليه. نحن عندنا قناعه تامه في الحكومه الشرعيه على ان الحوثي ما يتشربه من افكار ليست افكار مكون يمني ولو كان الحوثي مكون يمني خالص لاتفقنا معه في مراحل سياسيه متعدده <applause> شاركنا في الحوار شاركنا في لجنة الدستور ومع ذلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة نتفق في المساء ثم لم يجف مداد هذه الاتفاقيات وينقضها في الصباح يبيت طوال الليل يمكر ويخادع ويلف ويدور سياسيا <applause> ثم ما يلبث أن أدخل في السياسة كلها في جيبه استطاع بصورة أو أن يلعب على الكل استطاع ان يوظف الكل ضد الاخر يلعب على المتناقضات المتناقضات كلها وان يوظف كل الاطراف التي هي اليوم اطراف شرعيه ان يستخدمها ضد بعضها البعض في يوم ما هل استفادت الشرعيه من هذه الانتفاضه ووظفتها صحيحا؟ نعم واقوى دليل على ذلك انه نحن كنا بالامس نقول طرفي الانقلاب الحوثي وصالح اليوم معنا طرف واحد لا نقول طرفي الانقلاب الطرف هذا هو طرف محض حوثي يتلقى مشروعه من من ايران لا يجوز اليوم أن يبرر أحد أن مواجهة الحوثي تحت أنه في معه مشروع آخر وهو مشروع المؤتمر الشعبي العام أو مشروع صالح مشروع سياسي اليوم معنا مشروع واحد نعم. من عنده أه القدرة أن يواجه هذا المشروع فليتفضل أه نكتفي بهذا القدر ننتقل إلى زميلي فيصل والسؤال لسعادة العميد سعادة العميد وأنت بطل من أبطال العرب اليمنيون حقيقة الذين أه كانوا مساندين للقضية اليمنية من بداياتها وإن شاء الله نختم وليس الندوة فقط هناك لقاء في صنعاء ليست في الرياض أو في عاصمة من عواصم التحالف لقاء إعلاميا وأنت تكون ضيف كبير بإذن الله ونلحظه قريب بإذن الله سعادة العميد صالح كان متحالفا مع الحوثي كما ذكر معالي وزير الأوقاف الشيخ أحمد عطية أنه كان هناك هشاشة هناك تحالف ربما يضفي على ضبابية نوعا ما وإن كانت واضحة فالحوثيين هل أسقط في أيديهم مقتل صالح وبالتالي أصبحوا مكشوفي الـ 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 الجانب وسهلية الآن يعني الإقتلاع تفضل وأنت الباحث الاستراتيجي والمتابع لشان <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما يجب أن نحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تحية لكم والحقيقة الحقيقه في حيره من امري ثلاثه محاورين مع ثلاثه ضيوف كان يكفينا واحد تحيه لمعالي الوزير وايضا تحيه للاستاذ حمدان هو الذي اخذ الاسم الجميل الجد الكبير لجزء كبير من العرب وسعيد بتواجدي معكم ودعني فقط في دقيقه واحده اقعد للجواب لسؤالك تفضل هناك في نظري منذ 2011 الى الان مرحلتين مرت مرحلة الأولى منذ قيام الثورة وتعاطف الشعب اليمني بالكامل وما حصل في صنعاء وفي كل محافظات اليمن ثم وجود بعض التجاذبات والمماحكات وتدخل دول خليجية وعلى رأسها بلاد المملكة العربية السعودية وتدخلت بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية فقاطعت نصف الطريق وصولا إلى حل شامل في اليمن ثم أيضا توجت في الداخل بالحوار الوطني ومخرجاته التي رسمت ملامح اليمن القادم يمن موحد بأقاليمه الستة ثم هذه كانت مراحل وقت إيجابي ضمن المرحلة الأولى ولكنها مع الأسف انتهت المرحلة الأولى بعمل سيء وهو الانقلاب تحالف طرفين مؤثرين في اليمن في البيئة الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والسياسية على الشعب اليمني وحصل الانقلاب فكانت هناك عاصفة الحزم وهي بداية المرحلة الثانية قطعنا في المرحلة الأولى ثلاثة أعوام ثم المرحلة الثانية حوالي ثلاثة أعوام المرة عاصفة الحزم وحققت أيضا أمور إيجابية أهداف سياسية تحققت بالكامل الأهداف العسكرية لم يبق منها إلا 15% وهي موازية لما تحرر من مناطق اليمن صحيح. المرحلة الثالثة والنهائية والأخيرة هي فك الارتباط او انفراط العقد بين طرفي, طرفي جميل وبالتالي اصبح اليمن الان شعب اليمن ادرك الان بعد ان غي فتره مع الاسف ادرك أن المشروع الحوثي هو مشروع ايراني صرف مشروع صفوي ليس له علاقه بالعروبه ولا باليمن ولا بالدين وبالتالي اليمن الان في في وضع ايجابي في البنيه الاجتماعيه والبنيه العسكريه وسيكون افضل اقتصاديا وتنمويا اصبح العدو محدد بطرف عميل مطايا مشروع كامل الوضوح ومشروع اصبح مكشوف وبالتالي البيئه الايجابيه اثرت على الشرعيه فبدات الاعمال العسكريه في كل الجبهات و وتوسعت نطاق الرفض وتوسع نطاق الرفض بشكل كامل ويجب ان تستثمر الشرعيه في هذه البيئه وصولا الى دخول صنعاء. وهذا ما هو ما يؤكد انه صار مشروعا ايرانيا بحتا. ويقودنا هذا السؤال الى ايضا الاستاذ همدان الصحفي ورئيس المرصد الاعلامي اليمني ما هو الدور الذي لعبته ايران في في التحكم بايقاع القمع الوحشية الذي تعرضت له ايضا تعرض له اليمنيون منذ انقلاب الميليشيا وايضا ما تعرضت له ايضا انتفاضه صنعاء. آه يعني ايران تعرفون جيدا بانها دعمت جماعه الحوثي باشكال مختلفه يعني الدعم العسكري سواء بالسلاح او التدريب الدعم السياسي في المحافل الدوليه، الدعم الدعم الاعلامي وهذا دعم خطير جدا يعني نحن نتحدث عن قنوات ومواقع اخباريه وباقه وصح... باقه من القنوات الشيعيه التي تخدم الحوثيين بشكل كبير جدا، ثلثي اي حرب اعلام وانتم تعرفون هذا يعني لو كان فقط هذا الدعم لكفى. الدعم الحقوقي وهو دعم خطير نعم يعني جماعه او اللوبي الايراني الدولي سخر امكانياته كلها في انحاء العالم وفي منظمات الدوليه بشكل عام لخدمه والتنسيق لجماعه الحوثي بهدف تجميل وجهها القبيحه نعم الـ الـ هذه الاشكال وغيرها من الدعم يعني ساهمت بشكل كبير في ارتكاب هذه الجرائم التي تحدثنا عنها جماعة الحوثي استنسخت كثير من الجرائم التي تمارسها او يمارسها النظام الايراني في ايران آه يعني لن عقب الثوره الايرانيه آه نعم عقب الثوره الايرانيه وربما ابرزها هو انقضاضها على التيار اليساري الذي تح الذي تحالف معها وهو ما حدث للحزب المؤتمر ذات التجربه نعم نفس التجربه اللي ما حدث للحزب المؤتمر الشعبي واحد نعم بالتاكيد آه هذا الامر يجعلنا امام تحدي كبير ليس في فيما يخص مواجهه جماعه الحوثي تحديدا عسكريا عسكريا وانما برضو ايضا فكريا وسياسيا وفضح هذا النظام الايراني الذي يسيطر ويتحكم بأداتهم المحليه والموجوده في شبه الجزيره العربيه والذي يراد منها التحكم بالمنطقه ككل، لكن هناك امر هام يجب ان نذكره هو جماعه الحوثي على استعداد يعني تام ان تتخلى عن حليفها الايراني بكل بساطة جماعة الحوثي ترى نفسها أنها الأولى بالحكم لأن آه عقائدي, نعم هم, هم عرب وهم أحفاد الرسول وهي قصة طويلة أنتم تعرفونها مهم. وبالتالي إذا, إذا لزم الأمر ربما أن يفصل هذا التوأم ويفصل أو يغفل أو يغلق الدعم الإيراني لجماعة الحوثي وستستمر في غيها لأنها الآن تملك الإمكانيات تملك السلاح تملك آه تسيطر على جغرافيا كبيره ذات تكتل سكاني عالي لكن هل تتوقع ان ايران تنفصل عن مثل هذه يعني من حيث التكتيك نعم ربما يكون لهم دور في هذا الجانب آه هم آه يلعبون بشكل آه يعني ذكي جدا واذا وجدوا انفسهم محاصرون يعني آه تقصد انها قد آه تتركهم عندما تعتمد عليهم إنما اعتمدوا على انفسهم نعم يعني الان في تجريم دولي في مجلس الامن للتهرب نعم. من التجريم الدولي ربما سيرفعون يدهم عنها وبالتالي اذا من سيرفع, سيرفع بامكان بامكان الابن ان يقوم بالمهمه ربما وربما الابن يعني معلم جيدا من قبل الأب نعم. أشكرك أستاذ همدان أستأذنكم لفاصل ثم نعود بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه التغطية وهذه الحملة الكبيرة معا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية مستمرون في هذه التغطية وأجدد الترحيب بضيوفنا لهذه الليلة القاضي أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد وأيضا سعادة العميد حسن الشهري العميد المتقاعد وخبير عسكري مهتم بالشأن اليمني وأيضا أستاذ همدان العلي رئيس المرصد اليمني للإعلام وسؤالي سيكون في هذه اللحظات لسعادة العميد ساعة العميد بعد ان تحدثنا في الجزء الاول عن ايران ودور ايران وكيف كانت المواقف بعد مقتل صالح الرئيس السابق. السؤال الان كيف هي المواقف الدولية والاقليمية تجاه مقتل صالح والانتفاضة ضد الميليشيات؟ تعني في جزئية لنا يجب ان تظهر للاعلام الادعاء أن عبد الملك الحوثي بدر الدين الحوثي وعائلته من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير دقيق. ما هو موجود في بطون الكتب والمخفي عن العامة في اليمن وغير اليمن أن الرسي الذي أتى من الرس في القصيم في نهاية القرن الثالث الهجري أنه من أصول يهودية وأنه كان مجند ومخطط لمثل هذا العمل ولن يكون واحد من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحل العرض والدم والأرض نعم أنت تود نعم توضح النقطة التي ذكرها الأخ حمدان الأخ, يعني الأخ قبل الفاصل نعم سؤالنا يعني الآن واضح واضح نعم السؤال واضح السؤال واضح البيئة الدولية كانت ضاغطة منذ قيام عاصفة الحزم ولم يعجب العالم ان تكون هناك دولة ليست من الدول الخمس دائمة العضوية وليست من الدول المتقدمة في الصناعة وفي صناعة السلاح بالذات ان تشكل تحالف من اجل ضمان الامن الاقليمي في المنطقة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وضعنا ذلك خلف ظهورنا لأن عقيدتنا مهددة امننا الوطني مهدد عندنا نخوة لان اصولنا الدماء اللي تجري في في شراييننا جميعا من اصل واحد وما يربطنا من من الدين ثم الاخوه والجيره والنسب اهم بكثير من ان نتقبل الضغوط الدوليه لذلك كان هناك ضغوط ولا زالت ولكن نتكيف مع ضغوط البيئه الدوليه نلين بعض المواقف لكن الا ترى انها تغيرت بعد ما صالح سأصل لك سأل سأصل فضل للموضوع هذا ولكن كان ذلك منذ في المرحله الاولى كما ذكرنا وفي المرحله الثانيه، في المرحله الثانيه كانت الضغوط البيئه الدوليه واضحه في اليمن ارسال مندوبين سيئي الذكر بن عمر واسماعيل ولد الشيخ مع الاسف الأزمة الازمه يقتاتون على اشلاء ودماء اليمنيين لنكن واضحين وبكل دقه الان حصحص الحق الشرعيه وقبل التحالف وقبل الجميع فضل الله سبحانه وتعالى استطاعت التحالف والشرعيه تاثير في البيئه اليمنيه تم فرض عقد التحالف من غاب هو الاهم في التحالف من غاب هو المهم هو الاهم من بقي مهم وبالتالي الان الـ الـ البيئه الدوليه هي من تتكيف مع البيئة المحلية وليس البيئة المحلية مع الجديدة. مع المعطيات الجديدة نعم. وهذه نقطة إيجابية يجب أن نستثمر فيها لذلك حتى حقوق الإنسان التي كانت تستثمر وتنقل فقط التدليس والكذب عبر عشرات المنظمات سواء دولية أو محلية أو حكومية غير يمنية أدرك أنها حوالي أه 300 و 128 نعم. منظمة ثمانية منظمات دولية أربعة ستة وثمانين يمنية محلية على صلة و وأربع وهي على صلة بمنظمة دولية أجندتهم واحدة الأجندة واحدة كانت تأخذ المعلومات من طرف واحد وهذا مع الأسف يفقد مصداقيتها حتى المنظمات الحقوق الدولية الآن بدأت تنقل ولو في الحد الأدنى مجريات ما يحصل من إرهاب وقتل وتجريد واضطهاد في صنعة ثم أيضا خرجت إلى وستخرج إلى عدن لأنه بقى يعني الآن آه آه المعطى الدولي ايجابي المعطى آه الدولي ايجابي في حده الأدنى وليس الكلي، لا زال هناك ضغوط لا زال هناك ضغوط للبيئة نعترف فيها ولكنها لن تثني التحالف وما بدأ عشية 26 مارس بحول الله سبحانه وتعالى لن يتوقف حتى يحقق جميع أهدافه السياسية الله بإذن الله والعسكرية وفي كل المجالات وهذا ما نرجوه نصب إليه ونتوقع. آه الى معالي وزير الاوقاف الدكتور احمد العطيه. كنا على مشارف بناء دوله تحاورنا في لقاء جامع وعالجنا كل مشكلاتنا من صعده الى القضيه الجنوبيه الى الشباب الى نظام الدوله وشكلها وانتم كنتم اعضاء في هذا اللقاء الجماهيري الذي انشا عقدا اجتماعيا كان سيعرض على شعبنا وهو الدستور وانتم أحد أعضاء وكتبته أه معالي الوزير أه الآن نحن نعاني لخبطة أحدثها الإنقلاب يتحمل الآن منهم على رأسه وهم الحوثيون أه عدنا باليمن إلى عهد الجوع وال وال والفقر والمخافة نحن أمام سيناريو يتكرر وأم هم يصنعون متعمدون لكي يبقى الشعب مريضا عليلا بعيدا عن عن طلباته الاساسيه وهي التحرر الوطني تفضل. اولا لابد ان ندرك ان مشروع الحوثي على شقين شق سياسي وشق ديني. الشق السياسي يريد السلطه يحكم جميل لان عنده قناعه ان هذه صنعاء والشمال بشكل عام قبل ان يتم الوحده لم تحكم إلا من زيدي ألف عام طوالد. أجزاء منها طبعا وليس الكل يعني تتفاوت لما جبنا الدستور الدستور أنا قلت للرئيس لما عدنا من أبو ظبي قلت هذا الدستور خلى صنعة قرية فيها مطار جر الصلاحيات كلها وزع الثروة <applause> والسلطة وزع السلطة هو الناس بيتنافسوا على ثنتين الصراع على السلطة والثروة نعم السلطة والثروة نريد أن يشترك فيها الكل لكن ليس معقولا أن يعين مدير في سقطرة من صنعاء راتب الرجل الذي في اقصى مناطق المهره لازم من صنعاء، المطار في صنعاء، الجواز في صنعاء، بطاقه الاحوال في صنعاء، فوشر الراتب في سنعة هذه هذه مركزه مركزيه قاتله اذا هؤلاء لما يعني بضياع بي 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 لما جاء رئيس نعم آه خلني اخرج عن الجانب السياسي شويه سني جنوبي شافعي ان صح التعبير واراد قالها عبد الملك في احد اللقاءات الخاصه مع ابن عمر قال غلطه التاريخ ان يدخل هذا الرجل في السلسله الزيديه ويحكم في داخل صنعاء. وبالتالي مثلما ظلم صاحب تعز الشافعي يظلم صاحب صنعاء ودمار والمحويت وحج الزيدي. لماذا؟ لان الحكم هو يريده في سلاله لا يريده في منطقه. هذه نقطه مهمه هذه الخطوره هذه الخطوره يريده في سلاله انا اقبل ان ياتي همدان او ياتي محمد هؤلاء من قليل ما زال أن يحكم لن يحكم لكن لن يقبله لان هذا قبيلي هذا في نظره زنبيل وليس قنديل هذا النظره التي عند الحوثيين وبالتالي كان المندوب الذي معنا في الدستور من نفس السلاله هذا المندوب لما انتهينا ورئيس عام رئيس اللجنه تقريبا لا لا عضو عضو لجنه مندوب الحوثيين اللي مش رئيس اللجنه لما انتهينا من عام كامل ونحن في صراعات في جيبوتي في تعز في برلين في ابو ظبي لما جينا لعند الختام عام كامل لف وراقة واخذ حقيبته وخرج مالك قال انا رافض الدستور بكله قلنا لكن ما هو السر قال ما اريد اقاليم ليش ما يريد اقاليم لانه يعلم ان الاقاليم ستسحب السلطه والثروه لكل ابناء الشعب اليمني سيشتركوا فيها نعم. وهو لا يريد هذا الامر اذا لا هذ هل هذا جزء واحده من الاسباب اللي جعلتهم يفسدون على الناس حياتهم ومعاشهم هذا الجانب السياسي نعم. الشق الديني تفضل. العقل يقول اذا كان الحوثي عنده منهج ايراني 12 إمامي يريد أن يفرضه على 30 مليون طبعا يا أخي أعرض منهجك بالطرق السلمية أعرضه في الجامعات في المعاهد في المدارس في لماذا تريد أن تفرضه بقوة السلاح لأنه يعلم لو عرضه على الشعب اليمني طواعية وسلما لن يقبله اليمنيون اليمني لن يقبل أن يصعد خطيب على المنبر يقول لعن الله أبا بكر وعمر لن يقبل اليمن أن يقول أن عائشة زانيه. لن يقبل اليمني يعني ان يقول هناك عندي قران فاطمه تسعين جزء، ما تربى الشعب اليمني على هذه العقيده الفاسده، وبالتالي قال لازم افرض هذا الفكر بالقوه، بقوه السلاح. وهذا وهذا ما يفسر وهذا ما يفسر اقدام هذه الميليشيا على على تعميق الجراح وايضا خلق شرخ مجتمعي في ال في خلق شرخ وتمزيق النسيج الاجتماعي بمجمله. هو العقل والمنطق يقول لماذا تفجر الجامع؟ يا أخي درس فيه مذهبك الإمام الاثنى عشري لماذا تفجر مدرسة التحفيظ درس فيها الطلاب هو يعلم أنه لو درس هذا المنهج في المسجد لن يقبله حتى اللي في داخل آزال هو يعلم أنه لو درسه طواعية ورضا وعرضه على الناس وقال هذا هو منهجي وانتم اختاروها واختاروا غيره لن يقبله اليمنيون وقد وبالتالي استخدم المدفعية والقوة <applause> والقمع لكل أبناء الشعب اليمني من أجل أن يفرض هذا الفكر بقوة السلاح إذا وهذا يقودنا أيضا إلى خبر وكاني الأسئلة أسئلتي على صداقة معك أه يعني أه الميليشيا كما تحدث الدكتور معالي الوزير هي تنطلق من شقين من أيضا خرافة دينية وأطماع سياسية وهي التي أحدثت من خلالها الشرخ المجتمعي تمزيق النسيج ما مدى الـ الـ الضرر التي الحقته هذه الميليشيا في بنيه النسيج المجتمعي؟ طبعا اريد ان اضيف الى كلام القاضي الاستاذ في النهايه حتى الشق الديني هو سياسي هم يستخدمون الدين من اجل الوصول للسلطه وبالتالي السياسية نعم وبالتالي هو سياسي بدرجه اساسيه يعني الأمر الآخر وتعقيبا أو تأكيدا لكلامه الحوثيين بشقهم السياسي وليس العسكري كانوا قد شاركوا في يعني انتخابات 2093 وفشلوا عن طريق حزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية يعني لم يجدوا أي ولهذا لجوا لقوة السلاح أنا عندي أيضا يعني يعني تقسيم اخر من من منظور يعني اجتماعي جماعة الحوثي تنقسم الى جزئين اساسيين جناح عسكري وهو الذي خرج من صعده وعمران وتدرب في وتك قم و وتكتل, وطهران وتكتل نعم وجناح مدني هذا الجناح المدني الذي ساعد في انهيار المحافظات والمدن على راسها العاصمه صنعاء وابتلع الدوله نعم. هذا الجناح المدني يتكون يعني موجود في مؤسسات الدوله بشكل كامل ساعد صالح في في زراعتهم؟ آآ آآ نعم ساعد بعلم ودون علم واحيانا الاحقاد هي التي احمد كان يظن انه يستخدم كرت لكن لكن, لكن الحقيقه أن هذا هذا المكون المجتمعي او الشق الجناح كان يعمل منذ 1970 بعد الاتفاقية التي تمت بين الملكيين الإماميين والجمهوريين كان هناك تنظيم نعم، سري للعشبية نعم، السياسية لاستعادة الإمام نعم نعم هذا ما حدث وهؤلاء هم من يقوموا بإدارة المؤسسات اليوم بإشراف التيار العسكري وأيضا هؤلاء اليوم جزء منهم موجودين في المنظمات الدولية في مكاتبها في اليمن في المنظمات الأممية تحديدا والدولية عامة في مكاتب السف السفارات في هذا هذا الوضع كامل كاملا انشا واقع انساني ماساوي بشع للغايه، جماعه الحوثي اليوم تتعامل مع اليمنيين في المناطق الخاضعه لسيطرتهم باعتبارهم يعني رهائن وليس مواطنين للضغط على المجتمع الدولي وعلى الشرعيه لكن أستاذ, أبي أستاذ, أبي استاذ مصطفى انا فقط هنا الكلام عن يصير الهاشميه اخشى اننا نكون ردة فعل سلبيه تجاه الهاشميه كعائله الهاشميه كمكون اجتماعي يمني اصيل في الحقيقه نحن لا نعمم هنا هناك, هناك جزء نعم هناك جزء كبير من الهاشميين مع الشرعيه ومع الجمهوريه لكنهم ايضا مطالبون اليوم بم م بموقف م باتخاذ م م. موقف فكري هم الآن اتخذوا موقف سياسي ويجب أن يتخذوا اليوم موقف فكري من فكرة العنصرية أنا لدي تعليق بسيط على كلام الأستاذ وهو مهم جدا دكتور. ال الدكتور آم يعني آم أنا لست مع تدريس الفكر أنا من بيئة كانت زيدية إلى قبل خمسين سنة لست مع تدريس الفكر الزيدي ولا تدريس الفكرة الاثنى فرضية لماذا؟ لأنه فكر عنصري وانا من منظر حقوق انساني هذا فكرة عنصري ولا يجب تدريسه ولا يستند الى اي عندما نفس تحصر الولايه والحكم في اسره معينه هذا هذا منهج عنصري ولا يجب تدريسه نعم. حمدان وصلت الفكره ايضا يعني تواصل للموضوع تحول الى سعاده العميد يرى الكثيرون ان هناك تواطؤ من قبل المنظمات الدوليه في دعم الميليشيات وهذا بالتغاضي يعني عن تهريب السلاح الى اي مدى هناك احتماليه ان هناك منظمات دوليه تتغاضى عن تهريب السلاح للميليشيات؟ واتمنى الاجابه باختصار لان الوقت يدهن الله يرضى عليك. في دقيقه فقط. تفضل. بس عشر ثواني معالي الوزير لا فضه فوق. وانا اكون لاني خارج ومحايد. لا يجب ان تحكم اليمن وشرط نجاح عصفه الحزم النهائيه الا من قبل اهل السنه والجماعه. هم أهل الحل وأهل العقد وأهل العدل وأهل الدين والحكمة اليمنية تؤول إليه ومن يرتضي اليمنيون برضاهم دون منازع ودون لن تجد <applause> لن تجد 12 أو من ينتمي لطوائف شركية تعبد القبور إلا أن يستعبد الآخرين ويبقى قنديل والآخرين زنبيل وحاشا اليمنيين يعني ضد العنصرية المنظمات نعم. منظمات الدولية, المنظمات الدولية مع الأسف لا تعمل لمصلحة العالم العربي والإسلامي في أي مكان انظروا إلى الروهينجا انظروا إلى العراق وسوريا لبنان شرق مصر ليبيا تشاد في كل مكان اليمن آخر الأشهر من أن يدلل عليها أنها ليست محايدة وأنها تميل مع الطرف الحوثي ومع الانقلاب وهي تمثل أجندة دولية وسفارات الدول ذات الثقل في صنعاء هي من تدير العمليه نيابه عن مجلس الامن لانها هي الاقرب ولا يمكن لمنظمات ومع الاسف منظمات المنظمات الدوليه خصوصا في حقوق الانسان او في المساعدات تقتات على المساعدات الدوليه وتقتات على مركز الملك سلمان وليست عادله في اي شيء وترى بام عينها ان الحوثيين يستولون على القوافل على السفن على البضائع على الادويه ولا تصدر بيانات ولا تشير ولا تشير الى ذلك ولا تنتقد وتبقي الامر وان حصل خلل بسيط جدا من الشرعيه اقامت الدنيا ولم تقعدها. الختام معنا اساتذه من الاسئله انا اود ان اختمها باهم الاسئله نريد دعاء دعاء الرئيس هادي الى اتمنى ان توجهوا الى احد الضيوف أنا انا أقول للدكتور آه معالي الوزير وهو يعني عضو في الحكومه اليمنيه الشرعيه وهو يقول مسؤول تفضل شوف انا قبل اتكلم الاصطفاف في عندي لحقه في موضوع والوقت دائما في موضوع تفضل <applause> لم يشفع علي صالح زيديته نعم <applause> <applause> وهو زيدي صحيح الحوثي لما دخل صنعاء قلت للرئيس سادي الحوثي يكرهك مرتين ويكره علي صالح مره قال كيف؟ قلت يكرهك مرتين لانك لن هاشمي ولا زيدي ويكره علي عبد الله مره لانه مش هاشمي وهو زي وكنت اعتقد ان الزيدية ستشفع له ولكن. لم تشفع له حتى زيديته نحن. صالح الصماد قبيلي مش هاجمي اليوم لا يستطيع ان يتخذ قرار الا بامر محمد علي الحوثي السلالي العنصري وبالتالي حتى وهو رئيس المجلس السياسي لازم ان يضع حتى هناك هناك شو تحت الطاقيه حقه نعم. طاقيه الامام هو السلاله إيه؟ دكتور حتى نعم. شخوص ورموز نعم. تجاوز هذا المشروع نعم. الديني والسياسي نعم. الذي يرثونه من وراء يحيى ابن الحسين بن القاسم الامام الهادي أن يصطف الجميع لم يعد خلف قيادة الشرعية نعم <applause> برئاسة الرئيس هادي نتجاوز مسميات الأحزاب مه. نتجاوز مسميات الأطراف السياسية ننسى شيء اسمه مؤتمر إصلاح ناصري اشتراكي حراك يبقى صفين صف جمهوري يدافع عن الحرية يدافع عن هوية الأمة وعقيدتها وصف آخر سلالي إمامي, إمامي عنصري يجب أن يقف الجميع خلفه ضده خلف قياده الشرعيه برئاسه عبد الرب منصور هاشم. شكرا لك الختام مع استاذنا الاستاذ فيصل فضل على وقع ايقاعات النصر المظفر الذي يصيغه ابطال الجيش الوطني باسناد الاشقاء في التحالف العربي في بيحان والساحل الغربي وشرق صنعاء وصعده وميدي وتعز وحالة الرفض التي تواجه الحوثية من كل صوب وفي كل شبر من هذا الوطن المكلوم يسدل اليمنيون حقبة الحوثي ويشيعون مشروعه الإرهابي الغادر مع التأكيد أن صنعاء وصعدة وكل اليمن على موعد قريب مع التحرير وصلنا بكم ومعكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية ندوتنا لهذا اليوم ضمن فعاليات حملة حملة معا ضد الميليشيات الحوثية التي ينظمها المركز اليمني للدراسات والإعلام نشكر ضيوفنا هنا في الأستوديو معالي الدكتور احمد العطيه وزير الاوقاف والارشاد العميد حسن الشهري متقاعد وخبير عسكري الصحفي الحقوقي همدان العلي وهنا في أيضا زملائنا في المحور الأول الزميلين ماجد دهيم وأبو بكر الدوسي وهنا في المحور الثاني الأستاذ محمد الضبياني والأستاذ مصطفى القطيبي والشكر لقناة المجد الفضائية التي استضافت هذه الندوة لكل القنوات التي ساهمت في نقل هذه الندوة ومعا ضد الميليشيات الحوثية الإيراني والشكر لكم مشاهدينا ولكم المحبة ولليمن الاستقرار والسلام. عشت إيماني وحب سرمدية ومسيري فوق درب عربية، عشت إيماني وحب سرمدية فوق قدر بِعَرَبِيّا ما سيرتَ نبضُ قلبي يا منيّا لن ترى الدنيا على أرضي وصية